أولا تحياتي لجميع المسؤولين في إطار الحق والقانون، وتحياتي إلى السيد عبد الطيب حموشي، وتحياتي إلى جميع الصحافة، وتحياتي لعاش الملك قبل كل شيء. أولا قبل ما نتكلم لكم على موضوع القتل ديال الأب ديالي، أولا الأب ديالي قبل ما يموت تعرض الأب ديالي للضرب اللي في مستوى رأسه من طرف الزوجة ديالو وابنها، وراني داير شكاية للسيد الوكيل العام. بالنسبة للإب ديالو واش يبقى الإب ديالو ولا عندو سد؟ نعم أخويا. غير التفصيل، شنو كتهمو؟ كنتهمهم بجوج حيت هما اللي ضربوه. ضربته الزوجة ديالو بحجرة وولدو دخل فيه براس على كلام على لسان الأب ديالي، ولكن أنت بناتو شاهدين حاضرين الحاضرين اللي وقع هو الوالد ديالي تعرض للضرب ديال في الرأس ديالو من الزوجة ديالو من الولد ديالو بما تسبب بعملية جراحية ابن رشد. أنا داك الشيء اللي وقع لي راه تقريبا قبل ما يموت بشي عام تقريبا مع الوقت ديالو ما عارفش أنا ما كنتش عايش معاه. أنا كنعاود لك كيفاش وقع لي المشكل من البداية حتى الأخير غنعاود لك باش تعرفوا تتم التفاصيل. تفضل. اولا قلت لك الوالد تعرض للضرب ديالو في الراس ديالو على مستوى الراس بما تسبب بعمليه جراحيه في ابن رشد، راه كاين وثائق طبيه تثبت ذلك. من بعدها كاينه مكالمه هاتفيه جاتني قبل اسبوع عن موته باختصار بلا ما نكثر عليكم. هذيك المكالمه اشنو كيقول فيها؟ عيط عليا انا نيت نفسيا بنفسي، قال لي شوف اولدي عندي واحد الولد مشدود ضارب واحد موس هاد السيمانه غيدوز في المداوله ديالو، خرج راه مزيان، قال لي ما خرجش راه غادي ناكل العصا ولا غادي نموت ولدي. بهذه الطريقه راه المكالمه جبدوها، راه شحال وانا كنتكلم على ديك المكالمه ماشي جبدوها ما بغوش يجبدوها، راه كاينه في هذيك الشكايه ديال الرئاسه النيابه العامه هي فقعت تلك الشكايات. وكاين قال لي وكاين سمسار باغي يدي الفلوس، ضغط عليه هي باش يعطي الفلوس باش يخرج ولدها باي طريقه. انا تكلمت معاه رديت ليه قلت شوف الوالد ما كنت كنعرف شي اساسيده ومشي طلعت على المحضر ديال الاخ ديالي لقيته معترف، قلت ليه مادام الوالد ديالك معترف راه ما غاديش يخرج، هاد السمسار راه باغي يتنصب عليك ويدي لك رزقك بحال ما كنتكلم معاه. هادي ثاني حاجه كاينه مكالمه تثبت على قتلي قبل اسبوع من الوفاه ديالو، وفي الاخير اتفاجأ حيت الوالد ديالي لي بان ميت متعاديه او سكته قلبيه. انا بعد هادي الاخر هادي خلي خليك في المعطيات الاخيره غنجي نشوف هذيك. قول لي انت سقتو الخبر هذا الشيء فاش كانت تضرب الراس ما قالوش لي انا اصلا. لا الثانيه ديال الخبر ديال الخبر ما عيطوش علينا بعدا نهار من دور السبيطار الدوم على 11 الليل. اش من سنه 2020 نهار 11/11/2020 أيه. ما عيطوش علينا ما عيطوش عليا انا وما عيطوش على الاخ ديالي من الزوجه الثانيه، يعني ما حضرناش في السبيطار ما عرفناش كيفاش مات هذيك الليله. كيفاش سقتو الخبر دابا حتى الغد حتى الغد عاد عيطوا قال لك تعالى ربك مات تمشوا هما داو داروا لي التشريح وجابوا مشوا دفنوا. انا ما حضرتش كاع في التدفين ديالو ما حضرتش في الموت ديالو. وفي التقرير الطب الشرعي شنو كيقول؟ التقرير الشرعي كيقول بان ميت سكته قلبيه. انا ما شفت المحضر ما شفت التقرير ديالو كل شيء عندهم هما حيت انا ما عايش معاه، ولكن انا ملي مشيت بحثت كيقولوا لي باك ميت متعاديه هاي الورقه ديال نفس المصلحه، ولكن في الاخير اتفاجأ بنفس المصلحه ورقه فيها هاي ان اوبستاكل ميديكو ليغال وي. واش كتعني هذا الاوبستاكل الميديكو؟ كتعني عائق طبي قانوني، يعني كاين هذه مسنيها دكتوره بلا ما نسميها وهذه مسنيها دكتور، كاين الفرق بعدا هنا بعدا كاين الفرق، وما عندهمش حق يدفنوا الوالد وما خرجين لي هذه الورقه ديال الدفين، خاص حتى يشوفوا الوكيل العام ويعطي المعطيات ويشوف المعطيات ديال الجريمه كيفاش ما شكون اللي قتلوه واش الطبيب شكون اللي المهم كنتهمهم كاملين كاع كل من تابوا تورطوا في هذه الجريمه العقاب. قول لي وعاش الملك. قول لي هذاك الضرب والجرح الاول نعم واش فيه شي مسطره فيه شي اجراء البوليس؟ لا ما كنت انا مشيت بغيت نجيب البوليس ورفض لي الاب ديالي ما بغاش يدخلهم في هذا المجال. لا انا غنقول لك علاش، غنقول لك السبب. بقيت كان واحد المحامي صاحبي قال لي سير سجلي لي بحال ما كيدوي ونجي ندير بهم دعوه عند بعدهم شكايه عند الوكيل العام محاوله القتل حيت كانوا ضاربين الراس وتقبلوا لي راسهم باش خرجوا لي ذاك النزيف من الدم، راه كاينه الاوراق ديال العمليه. الساعه مسكين قال لي لا ما بغيتش ما دير والو. قلت لي علاش؟ هذه اول مره غنسمع مؤخرا. قال لي انا مصوب على كاغت زور وكتهددني به الا مشيت ندير بها شي حاجه تصيفني للحبس. كيفاش كاغت زور؟ هو قال لي انا مصايب على كاغت زور
ما عندهاش قال لي ما عندهاش عقد الزواج، قال لي ما عندهاش جدار مع ما كان مربينا والديها، وبدل لها الكنيه وداك الشيء، ودفع لها، قال لي دفعت لها العقد الزواج ديالو في العمل ديالو بسمع توتش لا رونتريس وداك الشيء، ورفضوه ليه، عرفوه مزور على كلام هو. كيفاش نسوي خلاص انك تشك ان الوفاه ديالو ماشي ان ازمه؟ حيت كان ديما كيتعرض للعصا، ديما بعدا قبل ما يموت بعدا تعرض للضرب في الراس ديالو، كانوا ديما كيضربوه، مشاو بناته بغاو يجيبوه باش يعتقوه منه، خرجوا لهم ولادو بالحجر وبالعصا، راه ما كيتهرا كتسمع. ما عمركم شفتوا شنو هاد البوليس والو كيخليكم تشوفوا؟ حيت هو دابا الاب هو كلشي، ملي كتمشي تقول ليه مشي كيقول لك لا دوز خليني نعرف اش كندير، غاتحدى الاب ديالك، ما غاتكش دير شي حاجه فوق. ولا مشيت انا قلت لهم راه الاب، قال لهم لا ما كاينش هادشي. المكالمة اللي عيط عليا الوالد قبل اسبوع، اللي قال لي هاد السيمانه راه غناكل عصا غادي نموت الا ما خرجش الدري ولدي. فعلا ما خرجش، مات هذيك الليله، كانوا كيسلخوه وراه كانوا كيضربوه، راه كلشي كيعرف هادشي، راه ما كانش كيقول لي انا، كون قال لي كون طاح شي روح. ما عندكمش شي شهود؟ لا، بناتو راه ساعه كلشي كيعرف، كيعاود البنت بناتو كلشي كيعاود لهم. لا شهود ديال الجيران تما؟ ما قرا حتى انا ما عايش مع تما، كاينين عندي شهود عاوتاني ديال واحد النوطير زور اوراق ديال شي بنادم من الاب ديالي، نقول لك هادشي علاش ناصدع من الديبار، كان ولدو زور شي شواهد السكن على حساب داك الساروت التحتاني اللي شراه، ياك الوالد رفض هذاك الشيء، قال لك انا ماشي انا باقي حي ودي لي رزقي في محل. مي خرج من الضربه اللي تضرب في الراس، مشى لعند النوطير سجل وحفظ، وراه كاينين الشهود اللي مشاو عند با، مع با كاينين حاليا كاينين. من بعدها ملي توفى الوالد ب 20 يوم، مشيت عند نفس النوطير وزورت الوثائق وحيت. ملي مشات الاخت عندي عند النوطير، قال لها عمر باك ما شفتو، وانا الاب ديالي مشاو كاينين الشهود، وكاين واحد الشاهد حاليا راه مسجون وكانت خاص مع ولدها. واش صايبته؟ والله اعلم. المهم راه كاين الشاهد هو اللي كيعرف 12 شاهد كامله، وكاين شاهد اخر كنعرفو، حيت انا كنطالب بالشرطه القضائيه ديال الولايه ولا الشرطه القضائيه ديال الحموشي اللي تجي عندي في هذا الموضوع، حيت القضيه فيها ناس كبار. القاتل هو المكالمه اللي تكلم معايا، ما يعيط عليك باك يقول لك هذه السيمانه غناكل العصا ولا غادي نموت، هذيك ماشي ديال القاتل. وفي هذاك الوقت ديال لا عيط عليا باسبوع، نهار 4 ولا 5 نهار 11 مات، هذاك النهار مات. مكالمه راه هي الشهود. مشيتو عنده اللي مات؟ لا انا ما كنتش، انا اصلا ما كنتش كنمشي عنده اصلا، كانت مرته كدير كتخط. المهم ديما خرقوا بينه وبينه داك الشيء، انا كنت بعد منه باغي رد، بعد منه ما كان عنده. باش تعرفوا ان الوفاه طبيعيه ولا غير طبيعيه؟ ما مشيناش عند، انا ما حضرناش، ما عيطوش علينا، مشاو بناتو للسبيطار عنده. ملي مشيتو للسبيطار شنو وقع؟ ما حضرتش انا السبيطار. ملي مشاو بناتو للسبيطار؟ ما راه وحده تعاود لك، انا ما حاضرش، انا ما عرفتش شنو وقع. وقفتوا على التشريح ديال الطبيب؟ لا ما وقفوش، هما وقفوا ولادو ثلاثه هما اللي كانوا كيجريو. عندكم شي وثيقه ديال الطبيب الشرعي؟ ما كاين. شنو كتقول؟ هذه كيقولوا مات عادي متعاديه. وهذه اللي جبت الاخر كيقول لك ان اوبستاكل ميديكو ليغال، وي عائق طبي قانوني. هذه جات من بعد من هذه سال، يلاه توصلت بها تقريبا شي شهر هذه. بني شو على هذه الوثيقه؟ هذه درت بها شكايه، درت شكايه للوكيل العام. سي خالد ايش شكايه؟ ديال سميتو الوفاه تمت في ظروف غامضه ديال الاب ديالي. حيت النهار اللي مات درت شكايه للوكيل العام بان توصل اليوم خلال هذا الليل. شنو باغي توصل؟ اليوم انا كنطلب من الله وجلاله الملك الله ينصرو وسي الحموشي الله يخلي لينا الناس ياخذوا حق الاب ديالي، راه ماشي متعادي، اللهم دام مكرو عاش الملك.